مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، جمهور الاهلي. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج السادسه. والحقيقه ايام قليله قوي بتفصلنا عن عوده الروح والحياه والشغف للملاعب المصريه. كلنا مستنيين عوده الدوري المصري، كلنا مستنيين نشوف الاهلي وهو بيمتعنا بادائه وبانتصاراته من جديد. يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله عوده الدوري، والحقيقه ان جمهور الاهلي بيضرب مثال في الاروع، مثال في الوفاء والحب، وانه دايما في ظهر النادي. وباذن الله هنشوف ده يوم الاحد اللي جاي. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعونا 6 مساء بتوقيت القاهره. نكون مع حضراتكم انا وساره جوله طبعا زي ما حضراتكم اتعودتم في اهم الاخبار. وزي ما قالت ساره كله بيسخن، مش بس اللعيبه ومش بس الفرق، الناس كلها الحقيقه وحشها رجوع المسابقات مره تانية. وخلاص احنا بنتكلم على ساعات بسيطة جدا وترجع المسابقة، ومسابقة الدوري العام تستأنف نشاطها مرة تانية، ومن بعدها إن شاء الله ندخل على بطولة إفريقيا. كلها ماتشات مهمة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، وكلها ماتشات مهمة عشان نحقق البطولتين. والحقيقة النهاردة يمكن بالمناسبة دي يا سارة، بمناسبة استئناف النشاط مرة تانية، احنا فاتحين ملف في غاية الأهمية يمكن يكون مرتبط بشكل مباشر باستئناف البطولة مرة تانية، لكن الحقيقة هو ملف يستحق كل الاهتمام من كل القائمين على ملف كرة القدم. احنا نتكلم على كرة النهاردة بقت تجارة وصناعة واستثمار كبير جدا، بتنفق عليه مليارات، مش هقول ملايين، مليارات الجنيهات. وبالتالي ركن أساسي من نجاح النشاط ده هو التحكيم. النهاردة في السادسة بنفتح ملف التحكيم المصري، والحكم المصري تحديدا جاني أم مجني علي. نبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأهم العناوين. الأهلي يواصل تدريباته الرئيسية على التتش استعدادا لعودة الدوري. فيفا بيختار 6 حكام أفارقة في القائمة الأولية لكأس العالم 2022. الجنايني ملف الموسم المقبل من اختصاص المجلس الجديد. اتحاد الكرة بيعلن أن الإعلان عن اللائحة الجديدة بمجرد اعتمادها من فيفا. لونجلي بيقول محمد صلاح من أفضل المهاجمين في أوروبا. رابطة مشجعين ألمانية بتنتقد خطط عودة الجماهير للملاعب.